انت عيسى؟ خايفه تردي طبعا عشان انت قاعده معايا. لا مش هرد عليه عشان ما بقاش في حاجه اقولها له. اوكي، عرفت ان هو كان هنا قريب. صحيح، جه عشان يشهد في المحكمه ضد نعيم. اتقابلته؟ نص ساعه تقريبا. طيب، عارف بقى ان انا تقدمت لك؟ لسه خايفة منه؟ قلت لك قبل كده ما تخافيش طول ما انا معاكي. بس انت لسه ما بقتش معايا. انا عارف ان ماما اتأخرت شوية في الرد. مكسوف تقول انها رفضاني؟ لا مش بالظبط، بس تقدري تقولي ان هي اتفاجئت. كمل. اتفاجئت ازاي؟ انت عايز تتجوز واحدة زيي. على فكرة معذورة وعندها حق، عشان هي لسه محبتكيش زيي. طيب بس انا امي بدأت تفهم ان اهلك مش موافقين. طيب انت فاهمها ان هي مساله وقت مش اكتر، وبعدين مش كل اهلي مش موافقين. رانيا اختي معايا جدا وعماله بتضغط معايا على ماما عشان تقتنع. رانيا؟ ايوه رانيا، دي مستغربه. رانيا اكتر واحده في العالم يهمها ان احنا اتنين نتجوز، عشان عيسى يفضلها لوحدها. ايه هو الموضوع لسه فارق معاكي؟ لا مش فكرة كده، أنا بس ما مستغرباك، يعني إزاي مش فارق معاك حاجة زي دي؟ لا مش معنى إني عارف يبقى أنا موافق. طبيعي الواحد بيقابل حاجات في حياته كده يحاول ياخدها لمصلحته ويستغلها. يعني أنت بعد ما هنتجوز مش هتسيب عيسى يتجوز رانيا صح؟ على جثتي. ليه؟ ما رانيا نفس ظروفك وعيسى نفس ظروفي. أيوة يا سارة، بس الفرق كبير أوي أوي. أنا هشرف عيلتكم، وأكيد أنا مش داخل أتجوزك عشان طمعان فيكي. شايف إن عيسى طمعان في رانيا؟ أكيد هيلجأ لها بعد ما تسيبيه، وساعتها للأسف هلاقيني واقف قصاده. بس أنت طبعًا مش مفهم رانيا ده دلوقتي. مع الوقت هتعرف وهتفهم كل حاجة. مبروك، عرفت انك اشتكيت من النهارده لمدير الاوتيل. انا ما اشتكيتش حد، انا عرضت عليه الفواتير المشبوهه اللي اتقدمت لي واللي طلب مني ان انا اعتمدها. انا مديرك المباشر، وكان المفروض لو لقيت فواتير زي دي تعرضها عليا انا الاول. طب ما انا قلت لك وانت ما صدقتنيش، او يمكن ما كنتش عايز تصدقني. وبعدين انت لو شايفها فواتير مظبوطه كنت اعتمدتها انت. بس ده شغلك انت بتعتمدها وانا بمضي وراك. وانا ما قدرتش اتحمل المسؤوليه دي. انت فاكر انك كده حليت المشكله؟ المدير بقى هو اللي حلها مش انا. يومين ثلاثة بالكتير وهتعرف انك عكيت الدنيا، بس عكيتها على دماغك انت لوحدك مش على دماغنا احنا. شدة وتزول إن شاء الله. تزول إزاي بس بعد ما اتصلت 3 سنين؟ يا سيدي هنستأنف وهبرأك منها. وأنت مش قلت لي إن أنا معليش حاجة؟ من الوحيد اللي يقدر يرفع دعوة زنا هو جوزها وهو مات. أنت ما اتسجنتش في زنا، أنت اتسجنت في قتل خطأ. ودي برضه هبرأك منها، هنثبت إن ده دفاع عن النفس. ما أثبتنيش ليه الكلام ده المرة اللي فاتت؟ شهادة عيسى الفقي هي اللي لخبطت لي كل حساباتي. ما كنتش أتصور إنه ممكن يرفض 500,000 جنيه عشان يغير كلمتين في المحكمة. مع انه مش لاقي ياكل. وقلت لك سيبني عليه وانت اللي وحشتني. كان زماني دلوقتي ماشي في جنازته بدل ما هو ماشي في سجني. اهدى يا نعيم. لما عزيز يقول لك هتخرج براءه يبقى هتخرج براءه. اخرج بقى ما اخرجش، عيسى الفقي عنده فاتوره ليا لازم يدفعها. مش هسيبه يتهنى بيوم واحد برا السجن وانا مسجون هنا. يا نعيم انا قلت لك 1,000,000 مره احنا مش ناقصين مشاكل. عاوزني ازاي اسيبه يعني بعد ما بلغ ناصر ان انا ماشي مع مراته؟ راح شهد ضدي في المحكمه والنيابه. مش هو اللي بلغ ناصر بموضوع نسمه. نسمة اللي قالت في التحقيقات ان ناصر شك فيكوا لما لقى في دولابها الذهب اللي انت جبته لها،
ومن ساعتها بقى يراقبكم. نرجع لبعض، وهرجع لك نص الماجستير اللي انا خدته منك بحكم المحكمه. مش هينفع يا وسيم، عشان في حاجات كتير قوي بينا اتكسرت. احنا نفسنا اتغيرنا. ما انا هرجع لك نص الماجستير. انت خدت مني حاجات كتير قوي مش هينفع ترجعها لي. خدت مني حب الناس وثقتهم فيا، سرقت مني فرحتي بشغلي ونجاحي وشهرتي اللي ما كنتش تخيل انها هتجي بالسرعه دي. انا ما كنتش متخيل انها تاخدك مني كده. انا عارفه ان انا كنت غلطان، عشان كده بطلت اخد الحبوب، وقلت ان من حقك انك تكون اب زي ما انا كمان من حقي اني اكون ام. ولما عرفت اني حامل كنت طايره وكنت فرحانه، كنت جاية جري عشان أقولك، رغم إني كنت متأكدة إن الحمل ده هيعطلني عن شغلي وعن نجاحي، بس كنت مبسوطة عشان خاطري يا وسيم، عشان خاطري تعالى نتطلق من غير مشاكل وقواضي. يعني خلي في حاجة ما بيننا كويسة نفتكرها لبعض. أنا أكلم المأذون وهبلغك. بسم الله الرحمن الرحيم. بعد مناقشة الباحث في الرسالة اللي بيدعي إنه مشارك فيها زوجته الباحثة مريم الرفاعي، واللي سبق إنها نالت درجة الماجستير عنها، تعلن لجنة المناقشة أولاً إنها انعقدت في ظروف استثنائية غير عادية بأمر من المحكمة، بس إحنا ناقشنا الرسالة بشكل عادل مع إنها مسألة افتراضية، وثبت بإجماع الآراء ومما لا يدع مجال للشك أن الباحث يستحق درجة الماجستير بامتياز مع مرتبة الشرف الأولى. الله أكبر! أول مرة أكسب قضية في حياتي يا جدعان! الله أكبر! مبروك يا دكتور! مبروك! مبروك يا وسيم! مبروك يا شفت؟ أنا اللي كسبتك القضية! شفت؟ خلاص خلاص بقى، مش لازم. دكتور وسيم، شعورك إيه لما أثبتت حقك في الرسالة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، انا كنت متاكد ان ربنا هينصفني. حضرتك جاوبت اسئله فشلت صاحبه الرساله اساسيه ان هي ترد عليها. هو انا مش حابب ان انا اتكلم على حد بصراحه. ما تجيبش سيرتي يا وسيم، ها؟ انا ما بحبش الاضواء. انا لو بحب الاضواء كنت سبت خط بين السرايات وبقيت مشرف عام على الكومسريه في البلد. انا قلت مش هتكلم عن حد خالص. لا يا حبيبي، اتكلم عني انا. انا متر كمشوشي، انا اللي ساعدته هو يكسب القضيه. دي اول قضيه اكسبها في حياتي يا جدعان. انا متر كمشوشي، زميل كليه المحامين الملكيين في لندن، وقريب قوي هيبقى عندي مكتب وهديكوا عنوانه. اول قضيه. خلاص يا فندم. مبروك. منظور الفقه خبير كمسره. خلاص خلاص، انت رخر يا ساتر. ما بتصدقوا؟ انا اتكلمت مع ابويا، من الاخر كده احنا الاثنين رافضين الجوازه دي اصلا. بص، هو شايف ان الطلاق مش حل، بالعكس هو شايف ان انتوا تبقوا مع بعض كده لفتره عشان تتاكدوا بنفسكم ان العلاقه دي ما كانتش تنفع من الاول. شوف يا شريف، احنا هنجيب المأذون ونكتب الكتاب ونبقى ناخد كام صوره كده عشان نحطهم على الفيسبوك عشان كل الناس تعرف انكم اتجوزتوا. امتى؟ أول ما تسلمني أصل الفيديو. إيه سكت ليه؟ هسلمك أصل الفيديو يوم ما نكتب الكتاب عندكم في البيت. وأنا إن شاء الله بقى اللي يضمن كلامك ده. والدك يضمنني. هتصل بيه وأخليه يضمنني عندك. ومش هخرج من بيتكم غير والفيديو معاك. يعني ايه مش عايزه تقعدي معاه؟ انت عندك بيت تاني غير هنا؟ هأجر شقة قريبة من هنا. ليه بقى ان شاء الله؟
هو البيت هنا كان اشتكى لنا منك؟ ما احنا طول عمرنا قاعدين فيه كلنا مع بعض ومكفينا. يا ماما انا مش هقدر اقعد مع وسيم في نفس البيت ولا هقدر اقول له يمشي، شقته وعيادته هنا. خايفه تشوفيه بالصدفه؟ تحسي انك لسه عايزاه؟ وانك اتسرعتي انك اتطلقتي منه؟ بلاش يا ماما والنبي الكلام ده. ماشي ماشي هسكت، بس مش هسيبك خالص انك تقعدي في شقه لوحدك، وخصوصا في الظروف اللي انت فيها دي، وانت لسه ما فوقتيش من صدمه الطلاق. ماما افندم ياسر ومامته جم بره.